اليوم بنتكلم عن واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية اللي مرت فيها كندا، واسمها المغرفة الكندية. المهم ما أبي أطول عليكم المقدمة، فتعالوا الحين معاي خندش بالموضوع على طول. في شهر مايو سنة 2021 وبواحدة من المقاطعات الكندية وتحديدا في منطقة كاميلوس قريب من مدرسة قديمة، تم العثور على رفات أكثر من 250 جثة أغلبها ترجع حق أطفال ومراهقين. يعني ال 250 جثة اللي لقوهم أو لقوا رفاتهم كلهم ملوت أطفال ومراهقين. وقبل لا يلاقون هالرفات أو هالجثث كان في إشاعات تدور بهالمنطقة، والإشاعات هذه تقول إن في وايد قبور ما فيهم شواهد تدل على أصحابهم يم هالمدرسة. وبعد مدة قصيرة هم لقوا رفات يم مدرسة ماريفال، والمدرسة هذه موجودة بمنطقة ساسكاتشوان وقدر عددها ب 751 رفات. متخيلين العدد؟ وهم كانوا بدون شواهد حق القبور، يعني كلها قبور بدون شواهد ما يدرون منو أصحابها. إنزين يا فارس، شنو سر هالقبور ومنو اللي مدفون فيهم وليش قبورهم بدون شواهد؟ ليش ما يبون أحد يعرفهم؟ تعالوا الحين خل أقول لكم قصتهم ونرجع بالزمن لورا أكثر من 100 سنة علشان نعرف الحقيقة. في أواخر القرن 19 وبعد ما صارت كندا دولة يحكمونها البيض المستعمرين من الإنجليز والفرنسيين، وصاروا الهنود فيها يمثلون أقلية عرقية مقارنة بالبيض طبعا اللي اعتبروا نفسهم أسياد الأرض الكندية، وإنهم اللي انقلوا الحضارة والتمدن حق كندا اللي كانت قبل وصولهم أرض للهنود الهمجيين. هذا كلام البيض. أنشأت الحكومة الكندية إدارة خاصة تعتني بأوضاع الهنود الحمر وسموها إدارة الشؤون الهندية في الحكومة الكندية، وكانت وظيفة هالإدارة دمج الهنود في المجتمع الأبيض اللي تأسس بكندا. في مجتمع أبيض جديد يبون الهنود القدم يندمجون معاهم بهالمجتمع، يعني يبونهم يتحضرون معاهم، شايفين نفسهم أسياد الأرض وهم اللي جايبين التطور، فسووا إدارة علشان تخلي هالهنود هذيلة يندمجون في المجتمع الأبيض. فقامت تنادي هالإدارة هذه الحكومة الكندية وتقول حق الحكومة إن لازم تنشؤون مدارس وتدخلون أبناء الهنود الحمر في هالمدارس بطيبهم غصبا عليهم، المهم يدخلون بهالمدارس. ليش يدخلون؟ علشان نخليهم يندمجون مع المجتمع الجديد. ومن أهم هالمدارس مدرسة كاميلوس ومدرسة ماريفال، وعلشان نتعرف على هالمدرستين سمعوا معاي هالكلمتين اللي بقولهم لكم. مدرسة كاميلوس تأسست سنة 1890 تحت اسم مدرسة كاميلوس الصناعية، وفي سنة 1893 تحولت لمدرسة كاميلوس السكنية. كان هدف هالمدرسة أنها تستقبل أطفال الهنود الحمر علشان يثقفونهم ويعلمونهم ويخلونهم يندمجون بالمجتمع. فكانوا يعلمونهم اللغة والدين والعادات والتقاليد الجديدة، وكانت هالمدرسة موجودة على أرض من أراضي الشعب الهندي، مو في أراضي كانت حق البيض وأراضي كانت حق الهنود. المدرسة هذه كانت على واحدة من أراضي الهنود، فلما افتحت المدرسة التحق مئات الأطفال الهنود فيها، وكانت أكبر مدرسة سكنية في كندا. وظلت تشتغل هالمدرسة لغاية سنة 1977. طبعا صاير لساعة أقول مدرسة سكنية ومدرسة سكنية، المقصود من المدرسة السكنية أن هالمدرسة هذه توفر سكن حق الطلاب عكس المدارس النهارية اللي الطلبة يدرسون فيها ويرجعون بيوتهم. بالمدرسة السكنية يدرسون ويباتون ويقعدون بنفس المكان، ما يطلعون من المدرسة. في تاريخ 24/12 سنة 1924 دمر حريق جناح البنات اللي موجود بهالمدرسة، دمره بالكامل. كانت حريقة كبيرة لدرجة أن في 40 بنت انحاشوا من المدرسة بملابس النوم، ومعروف جو كندا بارد وايد بارد، فطلعوا من المدرسة بملابس النوم من كبر الحريجة وقوتها. وبعد 3 سنوات في سنة 1927 طلع تقرير أن سبب هالحريجة هذه أو سبب هالحريق وهو البناء السيء حق هالمدرسة، بنيانها ما كان زين علشان كذي تسببت بهالحريجة. وخلال سنوات كثيرة انتشرت الأمراض فيها مثل السل والإنفلونزا، خصوصا بسنة 1957، ودائما لما كانت تطلع التقارير يقولون أن بسبب البناء السيء للمدرسة. أنا ما أدري دخل مرض ببناء سيء، ما أدري يمكن وصاخة، الله أعلم. عندنا الحين المدرسة الثانية اللي هي مدرسة ماريفال، مثل ما قلت لكم هي بمنطقة ساسكاتشوان، والمنطقة هذه منطقة هندية، واشتغلت هالمدرسة من سنة 1898 لغاية سنة 1997، وكانوا يديرون هالمدرسة 4 راهبات، الراهبات هم اللي كانوا يديرونها. هالمدرسة بأول سنة لها كان فيها 14 طالب بس، وكانت قدرة استيعابها 45 طالب، ومع الوقت تضاعف العدد أكثر من 10 مرات، يعني كانوا الموجودين بالمدرسة
المدرسة أكثر من عدد استيعابها بعشر مرات، يعني كانوا الناس فوق بعض. وفي سنة 1969 تولت الحكومة الكندية إدارتها، وصار عدد الطلبة فيها أكثر من 148 طالب مقيم اللي ساكنين فيها يعني، و89 طالب نهاري، هذا اللي يدرسون ويردون بيوتهم. إنسان فارس لو وعد شبنا معطينا تاريخ المدارس شو نسوي فيهم؟ قل لنا السالفة. حاضر حاضر، الحين بقول لكم السالفة. لحظة شوي، طولوا بالكم، ولازم أعطيكم مقدمات، لازم نعرف شنو صاير. الحين بقول لكم الموضوع. هم أشكالهم مدارس، بس بالحقيقة ما كانوا مدارس عادية، كانوا مثل السجن اللي يعتمد على الإبادة الجماعية والثقافية للطلبة. فبعد ما طلبت إدارة الشؤون الهندية في الحكومة الكندية إنشاء هالمدارس نفس ما قلت لكم قبل شوي، وافقت الحكومة على إنشائها وعطت صلاحيات هالمدارس حق الكنائس. ومثل ما قلت لكم الهدف هو دمج الهنود بالمجتمع الجديد، وبدأوا يشتغلون على هالشيء. فكانوا يجبرون الهنود على أنهم يبون عيالهم حق هالمدارس غصبا عليهم، راضي مراضي غصبا عليك تجيب عيالك هالمدارس. وتم إنشاء هالمدارس في مناطق بعيدة ونائية، وكانوا قاصدين هالشيء علشان يوخرون الأطفال عن أهاليهم، وتم أخذهم بالقوة من أهلهم أصلا، وما كانوا يخلون الأهالي يشوفون عيالهم إلا يوم الأحد بس. وهم بعدها تم إلغاء هالقرار وما قاموا يشوفون عيالهم بالمرة، يعني بلشت بيوم الأحد بس يوم واحد تشوفون عيالكم، بعدها شوي شوي لغاية ما خذوهم منهم وما خلوهم يشوفونهم بالمرة. وكانت القوانين شديدة بهالمدارس، فممنوع تتكلمون بلغة الهنود، ما حد يتكلم بلغة الهنود، أو أنكم تقومون بأي طقس من طقوس الهنود، أي شيء تسوونه يخص الهنود يا ويلكم. فاللي كان يسوي هالأشياء كان دائما يتعرض للجلد. وأول ما يوصلون الأطفال المدرسة يقصون شعرهم ويعطون كل طالب رقم ينادونه فيه، ويبتدون معاهم أنهم يخلونهم ينسون لغتهم الأصلية، وبعدها يخلونهم ينسون أهلهم، وبعد أهلهم ثقافتهم الهندية كلها، ويقنعونهم أن أي شيء له صلة بالهنود وهو شيء همجي وغير متحضر. وهالمدارس هذه ضمت 30% من أطفال السكان الأصليين، يعني حوالي 150 ألف طفل. متخيلين العدد؟ حاولوا الهنود أنهم يشوفون عيالهم لكن ماك فايدة، كانت القوانين صارمة وقوية وكانت ضدهم مو معهم. وحب أقول لكم أن الحياة ما كانت سهلة داخل هالمدارس، فبعد ما زاد عدد الأطفال فيها، طبعا الأطفال اللي يابوهم غصبا عليهم من أهاليهم، صارت هالمدارس فيها أعداد أطفال أكثر من اللي تستوعبه، فانتشرت فيها الأمراض خاصة مرض السل والإنفلونزا، وبلغ معدل الوفيات فيها أكثر من 69%، نسبة كبيرة. تخيلوا أن الأطفال الموجودين تقريبا 69% منهم راح يموتون أو ماتوا أساسا. وهم انتشر بهالمدارس الجوع لأن الأكل ما كان يكفي، هذا غير سوء الصرف الصحي فيها والبرد لقلة التدفئة. كل هالظروف هذه خلت الحياة داخل هالمدارس جحيم، كانوا الأطفال يتعذبون هناك. ومع الوقت علشان هالمدارس تخفض التكاليف عنها، خلوا الأطفال غصبا عليهم يشتغلون، شغلوا الأطفال عندهم، هذا غير المرض والتعب اللي كان يحوشهم، شغلوهم خدم عندهم. وتم تسجيل وايد تجاوزات بهالمدارس، تعدت سوء المعاملة ونقص الأكل اللي قلت لكم عنه. لا الموضوع أكبر من كذي بعد، فتسجلت فيها اعتداءات جسدية ونفسية وجنسية بعد، وتعرض الكثير منهم للموت بسبة هالتجاوزات. واللي كانوا يموتون يدفنونهم قريب من المدرسة بدون ما أحد يسألهم وبدون علم أهاليهم أن عيالهم ماتوا، يعني كان الأبو ولا الأم يدزون عيالهم المدرسة، الولد أو البنت تموت هناك يدفنونها عند سور المدرسة وبدون ما يدرون أهلهم. وتوفوا فيها تقريبا أكثر من 6000 طفل. وفي الستينات بدأت حملة ثانية بهالمدارس، وهي حملة تبني أطفال الهنود الحمر، فكانوا يعرضون صور هالأطفال بالجرائد والمجلات، واللي يبي يتبناهم حياه الله تعالوا أخذ بكيفكم. هو لازم نهاية القصة عصب. وتم تبني أكثر من 20,000 طفل هندي كانوا ماخذينهم من الأساس غصبا على أهاليهم، يعني انتم ماخذينهم علشان تدرسونهم مدارس ولا عشان تبرعون فيهم؟ غير شغله ياخذونهم من اهاليهم غصب ويعرضونهم للتبني. وهم بالستينات ممثلين الكنيسه الكاثوليكيه شالوا كل الشواهد من القبور. ليش شالوهم؟ علشان لا حد يعرف فضايحهم، علشان ما حد يعرف هالقبور هذين مالوت منهم. من كذا سنه طافت، من وقت قريب يعني، بدوا الناجين من هالمدارس اللي ظلوا عايشين يتكلمون ويقولون شنو صار معاهم ذيك الايام، وتم نشر شهاداتهم ومذكراتهم، كل واحد تكلم على اللي صار معاه وشنو كانوا يشوفون. وبشهر مايو اللي طاف بدأ البحث والتنقيب، فتم الكشف عن 250 قبر في مدرسة كاميلوس و751 قبر في مدرسة ماريفال، وكل هالقبور ترجع حق أطفال خذوهم غصبا على أهاليهم وأجبروهم على ترك لغتهم ودينهم وثقافتهم بحجة أنهم همجيين وأنهم هنود وأن المجتمع الأبيض هو اللي راح يثقفهم ويخليهم متحضرين. هم همجيين هذيلا.
لكن نهايتهم كانت بقبور بدون شواهد، ماتوا بدون ما حد يدري عنهم وبدون ما حد يدري منهم أصلا. وانعرفت هالجريمة باسم المغرفة الكندية أو مغرفة الستينات، لأنهم كانوا يغرفون الأطفال وينقلونهم من حياة لحياة ثانية. كثير من الهنود اللي عاشوا ما قدروا يرجعون حق مجتمعاتهم الأصلية، فأغلبهم نسوا لغتهم وعاداتهم، ووايد منهم انتحروا، اتعبوا نفسيا وانتحروا، وبعضهم لغاية اليوم يدورون على أهاليهم الحقيقيين من اللي تم عرضهم للتبني، لغاية اليوم ما يدرون منهم أهلهم. بعد هالفضيحة هذه قام رئيس الوزراء جاستن ترودو بتقديم اعتذار رسمي، قال احنا آسفين على اللي صار لكم بالماضي. وهم قام رئيس الكنيسة الكاثوليكية بتقديم اعتذاره عن اللي صار بهالمدارس على ايد الراهبات. وفي لجنة عندهم اسمها لجنة الحقيقة والمصالحة حققت بالموضوع، واعتبروا هالمدارس كنظام للإبادة الثقافية، وان اكثر من 4100 طالب ماتوا فيهم طريقة همجية، وتم تقديم تعويضات حق ضحايا هالمدارس. أنا بس ودي أعرف لو واحد منا كان أحد ضحايا هالمدارس، هل كان راح يقبل بالاعتذار أو بالتعويضات؟ حياته اللي راحت منا هذه كلها راح يكفيها اعتذار ولا راح يكفيها فلوس؟ يعني ما أعتقد. إنسان حرمه من هويته، من لغته، من أهله، حرمه من حياته كلها، جاي بالأخير تعتذر له وتعطيه فلوس؟ والله ما أدري إيش أقول. وبوحدة من وقبل لا يلقون هالرفات، وتم تسجيل وايد تجاوزات بهالمدارس، وتم في أواخر وبعد ما صارت كندا بكيفكم. هو لازم نهاية القصة عصب عصب عصب. لهني وصلنا حق نهاية قصتنا، أتمنى أنها عجبتكم. إذا كنت أول مرة تشوفني لا تنسى الاشتراك بالقناة، وإذا كنت من رابعي وحبايبي القدم لا تنسى اللايك وفعل جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل شيء أول بأول، ولا تنسون تطلون على المصادر علشان تعرفون على الموضوع أكثر. بالنهاية أقول لكم أحبكم وايد، كان معكم أخوكم فارس عاشور، يعطيكم الصحة والعافية، مع السلامة.